لازم ياخد. والشرع اللي والشرع انا مش هد حد حاجه، اما الشرع يجي اما اموت باخد. بقول لهم كده بيقولوا لك، قال لا ده انا بقولها. قلت له قول هي يا كده انت، قلت هو له زيي وزيك، محدش واخد حاجه. المهم معلش، يعني هو حضرتك كده على قيد الحياه وحين ترزق الحمد لله، بيتكلم عن مين اللي ياخد ومين اللي ما ياخدش. هو دوكها بيقول من اللي انا بقول للكبير ده، بقول انا اللي اخد، انا دوكها ملوش. بيقول كده قالوه، قال ملوش في الجرار. قلت له له زي وزيك، له زي وزيك. وفي الارض كان لنا ارض بعيده، في البعيد عن هنا يعني، بعيده شويه يجي 5 كيلو كده. قال لهم الارض البعيده ونشتري قريب هنا. طبعا هو كان ناصر بناظر لهدف يعمله. فجيه بقى اما بيعنا الارض اللي هناك باسمي، وجيت قال احنا عايزين هنشتروا بقى الايه 22 جرط هنا، دول هنشتروهم باسمنا واخويا. بعد ما كان رافض الاول قال لي باسمنا واخويا، انا انبسط. قلت الامر لله، انصرف. قال قلت له طب واخواتك البنات؟ قال خوات البنات هنشتغلوا ليل ونهار ورسوهم من فلوس يشتروا بدلهم. قلت امري لله، واحنا على بعضني ولا كناش نعرفوا الجسم ولا نعرفوا حاجه. قلت لامري لله، بعنا الارض اللي هناك واشتروا الارض اللي 22 قرط اللي هنا باسمه. شوية انه بقى على ما جه حصل ان فيه مناقشة في المحكمة على المساحة اللي كانت بيننا يعني. وبعدين ايه قالوا يابا ده المحامي عايزك، يابا ده المحامي عايزك. المحامي دي انا كنت كاريه، كان يعني مثلا لما جا بيع يسجل الارض، لما جا يشتري يسجل الارض كده. قلت له هو ده المحامي بتاعي، انا ما اروح اساله. ايه يا عم؟ قال لي الولاد اكتب الارض لاولادك احسن الحياه زهد المعروف. اكتب الارض لعيالك احسن الحياه زهد المعروف. عايزك تنقل الحيازه بتاعتك ليهم. اه ليه؟ قلت له ليه؟ قال عشان الحيازه لقيت المرف اللي وقفت مش هنحلوها بعد 10 سنين، والكلام ده ينعمل شهرين اثنين ونرجعوها لك تاني. قلت له طب اكتب لي ورق ضد الكلام اللي انت هتكتبه، اكتب لي ورق ضد الكلام عشان يوقف لما اجي في ساعه يقول انت مالك شيء، يبقى انا معايا سند ادافع بيه عن نفسي يلغي الورق ده. قال لي ده انا المحامي بتاعك وانت عامل لي توكيل، انت عامل لي توكيل. قلت له اه. قلت له ما عشان كده انا جاي اسالك وانا واثق فيك. قال ده روحهم في ايدي، ده روحهم في ايدي، روحهم في ايدك. وانا طب انا قدامك اهو، اكتب لي ورق، اكتب لي ورق علشان ابقى مطمن انا رايح فين. قال ده روحهم في ايدي وانا المسؤول، وزي ما بكتب منك لهم النهارده هكتب منهم ليك بعد شهرين. مش معنى شهرين على ما القضيه تيجي، ما عاد القضيه تفوت بقى اللي هو كان عامل عليه، عشان القضيه ديت لما تيجي اللي هتوقف الناس. فاتوا شهرين. انا طبعا سكت، اما ده المحامي بتاعي وبقول لي كده، طب انا هروح فين تاني؟ هروح فين تاني؟ اروح لمين؟ انا هنا طبعا ستك شفتها كده زي ما شفتي، زي ما احنا هنا كده وما فيش علاقه. لا ما واحد يقول لنا ده فيه كذا ولا ده فيه كذا وده غلط ولا ده صح ولا ده كاني ولا ده مالي. العمليه شغل ورمح وبس. المهم قلت لهم يا اولاد انتوا فات اكثر من شهرين ما رجعتوش الارض ليه؟ رد الكبير وقال لي ابني يبقى على كتفي واسيبه وارجع ادور عليه. انا سوقت
وقلبي راح. طب اعمل ايه؟ العلبة ما تروحوا فيه؟ هروحوا فيه؟ اروح من ربنا فيه؟ اقول له ايه؟ العيال ما عرفوش، البنات اللي لما شافوا ابوهم قلقان، ما مين عسي، ما 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 فيش يبص في المصحف، يصلي يسكت، ما فيش. في الموال ده من 2008؟ من 2008 وهم بقوا ايه بقى، مو شغالين من نفسهم، مو شغال من نفسه ده، شغال بالمحامي اللي هو كتب له، اللي هو كان معرفه انه هيعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، والمحامي اللي بعمله احط يعني نجار احط له النقطة. بتصرف منين؟ نعم. فلوسك انت والحاجة زوجتك منين؟ هم اللي بيجيبوا لك فلوس؟ لا. دي فلوس منين؟ انا بقبض معاش 1500 جنيه بجيبهم علاج، 1500 جنيه بجيب علاجات، حبوب العبة بخمسة جنيه، نوع في النهار ونوع في الليل، نوع في النهار ودب ونوع في الليل، ومصاريف بقى كهرباء ومية و و و و و و وغيرها، الرزق عند الله. فطبعا يعني هو ما يجيش لحضرتك وزارع مثلا في حصد يقول لك يا بابا فلوس المحصولة ايه؟ كل السنين اللي